رجعنا سريعا والبداية دايما بأهم العناوين. الأهلي في نص نهائي أفريقيا للمرة 15 في تاريخه. كارتيرون يشيد بجماهير الأهلي بعد الفوز على هرويا. الفريق الأول يغلق الملف الأفريقي ويبدأ الاستعداد للبطولة العربية. محمد يوسف يصرح ربيع يعود للفريق في يناير. حالة طوارئ في الأهلي استعدادا للجمعية العمومية. إبراهيم الكفراوي اللائحة تراعي حقوق أعضاء الأهلي. الخطيب ومجلس الإدارة ورموز الأهلي يودعون عادل هيكل إلى مثواه الأخير.